مشاهدي الكرام عن هذه المجموعة الرابعة، المنتخب المغربي بانتصارين يعني 6 نقاط، منتخب لاكو ديفوار يبقى ب30 نقاط إلى جانب جنوب إفريقيا، وكلاهما تمكن من الفوز على منتخبي الفوز على منتخب جنوب افريقيا بالنسبه لفيله كوت ديفوار وناميبيا، الذي يحقق انتصارا صعبا جدا امام منتخب ناميب، محقق لمنتخب لاكوت ديفوار في الدقيقه الاولى. صراحه تدخل شجاع بالراس الى الركنيه، نعم كانت محطه ومنعرج مهم جدا في اللحظه، مراقبه رصيقه داخل منطقه الجزاء. دعونا نتابع هذه الركنيه، هنا قصير على القائمه الاول، عرضيه من زواني، لكن هناك صافره بالمناسبه من الحكم الكونغولي، نعم اندارا يمثل الكونغو الديمقراطيه في السنوات الماضيه مع نادي غلاتا سراي. تمشي الكره العرضيه، فرصه هنا مغربيه في كاس العالم، بينيه ممتازه ولكن وضعيه التسلل، رايه مرفوعه على يوسف انصيري في نهايه المطاف، ضربه حره غير مباشره لمنتخب جنوب افريقيا. هذه الاعاده مره اخرى البينيه، بينما ثنائي الارتكاز كريم الاحمدي في القياده مع مبارك بوصوفه بلاندروم، ولكن نصير مزراوي ما شاء الله هجوميه في المسانده قوي، حكيم يلحق بهذه الكره، هنا العرضيه ولكن الحكم شاب ان الكره تجاوزت على الخطوه، بالتالي سان داونز. عندما اقول سان داونز اكيد نستحضر المباريات التي جمعت نادي سان داونز باحق في وسط الميدان، احق بالتواجد في منتصف الميدان، بينما كره خطيره خطيره هذه، والمتابعه بعد ذلك الى الركنيه الثانيه لمنتخب جنوب افريقيا. ربع ساعه لبدايه المباراه والتعادل لا زال قائم في لفائدة منتخب جنوب افريقيا. التلفي سيترك لحكيم، نعم زياش سيرفع بكل تأكيد داخل منطقة الجزاء، زياش مرفوع حارس المرمى، بعد ذلك ويليامز بالبوكس هنا وسط المدافعين يتمكن من إخراج هذه الكرة، الحكم يصفر خطأ. نعم بالفعل لو نظرنا الى حسابات المجموعات الاخرى، بارك بوصوفة في عملية الاستلام في صافرة وفي خطأ، حتى اذكر سريعا المنتخبات المتأهلة مدغشقر نيجيريا غينيا، بينما هناك انذار بالفعل، انذار في هذه اللحظات، مصر اوغندا مدغشقر نيجيريا غينيا، الجزائر كذلك ضمنت التأهل إلى الجانب. تعدالية في باليسرى، دائما لما تأتي مثل هذه الوضعية ومثل هذه الكرة، حكم الكونغول يعطي الإشارة، مرفوع الكرة داخل منطقة الجزاء دائما خطيرة، فرصة يونس بلندا صاحب اليمينية، نعم يونس بلندا صاحب اليمينية، شوف الإعادة هنا، الكرة ترفع بعد ذلك أحد المدافعين، عندك المساحة، عندك المساحة يا حكيم، العرضية بخارج القدم، ممتاز المرور مع نور الدين مرابط، ممتاز يا مرابط، هنا لمسة في اتجاه بارك بوصوفة، يفقد التفادة المنتخب المغربي، حكيم زياش يلعب يونس، يونس يسدد يونس، بعد ذلك عملية الضغط وقطع الكرات من كريم الأحمدي وبارك بوصوفة، ممتاز ممتاز، خطورة إن شاء الله لا يكون خطير في الثلث الأخير، إن شاء الله لا يصعب المهام على مدافعي المنتخب المغربي وحارس المرمى منير المحمدي. هذه مشكلة جنوب أمم إفريقيا طبعا بعد الجماهير المصرية، ولكن لا ننسى بأنه حتى الجزائريون المتواجدون في هذه اللحظة، بينما كرة مرفوعة، المتابعة بعد ذلك إلى ضربة مرمى، يقول الحكم الكونغولي. الجماهير الجزائريه كذلك حاضره في المدرجات، لماذا؟ لانه لعب مرابط على الاستلام، يا مرابط لمن؟ يا مرابط العرضيه، يا مرابط، لكن سيقوم بالمراوغه، يمرر الكره ممتازه ناحيه لاعب نصير مع زياش، نصير المزراوي، اذا تلعب على الجانبيه بسرعه، الحكم يعلن عن خطأ على مشاري في منطقه الجزاء. هذه الاعاده مجددا لكره اللاعب نور الدين، لعب 7 مباريات نور الدين مرابط، خلق 8 تمريرات حاسمه، وهذه مباراته الثامنه في مشاركته الافريقيه، بينما الكره العرضيه بعد ذلك الدفاع، ولكن واحد لاعب واحد فقط من سان داونز، بينما فرصه خطيره، مرت سالمه دياتو، مرت سالمه تو، ومن سدد بالقدم يا اليسرى، هذه الاعاده مجددا، التمريره ثم تو بالعرضيه وتصدينا، مع ويليامز هنا كرة وفرصة، ممتاز يا نور الدين، يا مرابط يطالب بلمسة يد داخل منطقة الجزاء، يطالب بلمسة يد داخل منطقة جنوب افريقيا، خاصة مع تحركات نور الدين مرابط وبداية دور زياش. لاحظوا بأن زياش قريب جدا دائما من اللاعب المصراوي في الرواقية الأيمن.
ثم الثالث، بينما لدينا كرة هنا لفائدة على منتخب جنوب افريقي. سابيا حتى الان من الصدارة، دعونا نتابع هذه الضربة الحرة داخل منطقة جزاء بالرأس، عملية التدخل من غانم سايس ثم مروان. خطيرة دي، خطيرة. مرابط، مرابط، واحد اثنين، مرابط يمر، مرابط يمر، العرضية يا مرابط ممتاز، الحق يا ممتاز يا زياش، يتقدم زياش هنا، العرضية بعيدة 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 جدا. يعني اللاعب يوسف مسيري، شوف الإعادة، هذه أخطر كرة لجنوب إفريقيا عن طريق اللاعب توبي القدم اليسرى. دائما يوسف مسيري دائما يطلب الكرة في ظهر المدافعين، حذر من سرعة مروان داكوستا. زياش حاب يعمل الكنترول، زياش حاب يعمل كنترول زياش، ولكن في هذا المكان صعب، في هذا المكان انت ضعت يا كريم، اصبح يضيع الكره بشكل مستمر اللاعب كريم الاحمدي في وسط الميدان، ولكن في نهايه المطاف هو حاضر في التشكيله الرسميه، بينما الحكم اندرا يعلن على نهايه شوط المباراه الاول بنتيجه التعادل السلبي بين المدينه الساحليه، المدينه الرائعه، مدينه الاسكندريه. هكذا هي الصوره، لا ننسى بان الجماهير الجزائريه متواجده بكثرة في ملعب السلام، هي تساند الآن المنتخب المغربي، ولكن لا ننسى بأن الجماهير المغربية كذلك ستساند المنتخب الجزائري في المباراة الثانية. جانب من الحضور الجماهيري اللي قلت بأنه جنبا إلى جنب الجزائريون مع المغاربة ومع المصريين والتوانسة كذلك والموريتانيين، ولكن اليوم يمكن الحضور أكثر للجمهور المغربي والجمهور الجزائري على ضوء كذلك حراسة المرمى. مونير محمدي عوضا عن ياسين بونو الذي قدم من ناحيه لعب ماكيتسي، ماكيتسي العرضيه، ولكن لتامين الدفاع جزاء سيريرو، حذر من التسديد، حذر من التسديد ممتاز، عمليه خبي جنوب افريقيا وصلت من جديد، التسديده قوته في التسديد مشاهدينا الكرام في ظل صعوبة الاختراق. نعم يجدون هذا الحل وهذا المجال للتسواريس أثناء التحضيرات، يطمئن على اللاعبين، وهكذا هو الحرص، وهكذا هو الاطمئنان والوقوف عند جاهزية المنتخب المغربي. تلعب هذه الركنية، المتابعة زياش، ولكن بعض اللاعبين بالمقابل طبعا في نهاية مشوارهم. كريم الأحمدي كما توقعنا، نعم على ما يبدو هناك إصابة خفيفة ولكن لا تدعو للقلق، لأن يمشي نور الدين، ماذا سيفعل نور الدين؟ يعمل المغراوغة، نور الدين العرضية بعد ذلك للجهة اليمنى للاعب مصراوي، يعلي مصراوي، سيئة سيئة يا مصراوي، هذه النقطة التي تحدث عنها لا بالنسبة لحكيمي ولا مصراوي، بينما لدينا الكرة العرضية، فرصة راسية، حاضر حاضر بالتوجيهات، بينما الكرة العرضية فرصة هنا اليسرى ناحية من هنا مباشرة العرضية، حكيمي بالراس، بالراس يا يوسف ينصيري، بالراس يا يوسف ينصيري، يا سلام على هذه العرضية، يا سلام. زياش ماذا سيفعل؟ زياش العرضية ممتازة، ممتازة، إمكانيات وربما قواسم مشتركة كثيرة بين بوفال وكذلك أسامة كيمي، وحدة ممتازة، ممتازة العارضة، العارضة تحرمنا من هدف في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام، وانتو من اروع ما يكون، وانتو من اجمل ما يكون، حكيمي باليمنى. اياب في المستوى العالي مع الفريق الاخضر نادي سانتيتيان تحت قيادتي، من سرعات بعض اللاعبين خاصه اللاعب طو، هذا لاعب طو كوستو، كوستو ياتي الموسم الحال، الموسم المنقضي، بينما كره بينيه، فرصه جول، فرصه جول، عودها له، عودها له، تكررت الحكاية والرواية في تناغم